من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين آمين آمين. أحبابنا الكرام، يقول الحق جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الحق جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن ونتا ينزل في شهر رمضان وينزل في ليلة القدر، كأن الله عز وجل قرن لا معنى لرمضان بدون القرآن، لا معنى لشهر رمضان بدون القرآن. فالإنسان الذي يدخل عليه رمضان أو يبارك الله في عمره إلى أن يدرك رمضان، ثم لا يغتنم من الشهر أوقاتا لكتاب الله جل وعلا لقراءته وتدبره وحفظه، فهذا مغبون مغبون مغبون، وهذا ممن هجر القرآن، وممن سيشكيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجر، ومن تدبره ولم يعمل به فقد هجر. فالهجر أنواع. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ما دام أنه لا معنى لرمضان بدون القرآن أو بدون قرآن يتلى ويحفظ ويتدبر، آثرت أن أعيش معكم لحظات ودقائق وسويعات حسب ما تقدر من التيسير وتيسر من التقدير مع كتاب الله جل وعلا، وبالضبط مع أم القرآن، ومع السبع المثاني، ومع فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. أنعش ربعاتنا اللحظات السورة الفاتحة. من يحضر سورة الفاتحة؟ لأن أولا ما رعب الله حفظي، لأنه لا تجوز الصلاة بدونها. ثم حفظت زيادة مقرن، ثم تهون أنا تخسيش تنظني إذا يتدروس وغيت انتي وابويا تفرش بنا دموايك ملي. يا أحب الأفاضل، أنا لم أتكلم عن سورة الفاتحة من جهة التفسير، من جهة تفسير ألفاظها ومعانيها وكلماتها والمواقف اللغوية التي فيها، وإنما سأتعرض لسورة الفاتحة كنظرات، وهذا هو عنوان الدرس: نظرات في سورة الفاتحة. أنفهم سورة الفاتحة، وهذه النظرات ليست كلام مفسرين، وإنما إلهامات وبركات فتح الله بها على مجموعة من العلماء الربانيين المحققين من مفسرين وغيرهم، آثرت أن نجتمع حولها لنتذوق حلاوة رمضان، ولنستشعر حلاوة القرآن، ولنتعلم أم القرآن. سورة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. ثاني توم الآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة قيل أنها أول ما نزل من القرآن كاملا. أنا صور في القرآن هو تتمرنت موننت وتجيبوا آيات مقطعات. قال بعض العلماء أو قيل أن سورة الفاتحة أول ما نزل أول من ديهوان من قبل الله جل وعلا. خل النبي صلى الله عليه وسلم كمر وتخسر حق الله. هذه السورة أيها الأحبة الأفاضل تتميز عن غيرها من سور القرآن بمميزات. ليس من المميزات للصلاة الثانية سورة الفاتحة على رأسها أنها ركن في الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أنا خصشت النغنيت مثل ميزة ليس الجن ألا وهي مشتق. هذه الميزة مشتقة من اسمها لأنها تتصل من اسمهم. من بين اسمهم غتجن غصورة الفاتحة قانت الراقية قانت الشافية الكافية السبع المثاني قانت الراقية. ومن قان الراقية يعني غصر حتير رقية مش مرة ليس انخرع أخص غاز الفاتحة هذا تكسو انخرعني يجيش مرة ليس تتوين أخص غاز الفاتحة أخرح أن تتوين. والعين حق ممشينا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك تصلح رقية حتى للأمراض الحسية. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث الرأس من الصحابة رضوان الله عليهم وهو في الصحيحين يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. إن شنفقنش الصحابة رعاك الصحابة الجوان فأتوا على قبيلة أو على قرية فسألوهم القرى كان سنفنها عرف الشين ضيف الله ياك كان سنة انه سنة كندين وجيون اثنى سنة الشين الاخرين جوزن فأدوا ان يضيفوهم وقينا في مستوصن وقينا في السيسن جاك جوز جو ها نمي وقينا في السيسن صفيدون انت مقربين ويوان. فاذا بهم يسمعون مناديا من خلفهم اتيكم من راق اتيكم من راق. يجي ندرغ في دوامه ما بهمش ان يجيك الرقيه ما بهمش ان يجيك الرقيه ان قرب غاتني جو صحابي الناس انا لكن نو يومي ان قشيح قبيت النص لا دغاه هو عقرب في صغير نزو هذا تقيم الرقيه الناس صحابي اللي نشد تقيم الرقيه ولكن بشرط هذا نقيم هذا نخدم مستحي ما عند بعيد أسجل الرقية الشيخ متقبل كنو ما بيخدصم حيما هند بهاي. قالوا لكم ذلك مدام دق جوجون قعمو حيما هند بهاي ما بيخدصم يروح صحابي من حسي مش نجد سجل الرقية يجس الرقية في الفاتحة غير يتخص بعيمه. قال بعض العلماء كان يقرأ ينفث في كفيه ويقرأ الفاتحة ويمسح على المكان الذي لدغ فيه. وقال بعضهم أنه قرأها على المكان قراءة مباشرة سبع عيمان. من قال الحديث إن شوف يسري كمر فكأنما نشط من عقال تكمر الفاتحة سبع عيمان دون نكاري طايدك ولو حرق ولو السم ولو 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 ربيج الحج. فالراقية الفاتحة تسمى الراقية. الراقية الشينة أزر غرقي أزر تقرقيا روح غلموش عوينا دياري روح غوينا دياري بشقو في انتخفاش تقولنا هنا دياري ديك تقرح الحجاب قولنا هنا دي بشقعة فتيك الرجيم بينما غان غدوا محفظيت مرة من يعني سورة الفاتحة أصغر خمس سبع ايمان نغتر ايمان خمس ايمان أن تكون وترا نغاري انفض في كفيك غاتت مسحذات
خذ جميع خمسان إذا تتقسم يشفى بإذن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يندى سمكشين حماه اللي ندرهين ننس نهتا وان تقولوا دي حماه غمان حقن النبي صلى الله عليه وسلم نمحس غار حقن النبي صلى الله عليه وسلم إن يا رسول الله شمين يقعنا من يقعنا من يقعنا لنسينا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية. وإذا شنن بيلي قد قدرت قد الرقية الفاتحة. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل لا جعلتم لي سهما معكم ولا تقم صغافة يمر نجد حماة من بهين. لذلك ما رفض أحد غشن الأخي قشن الرقية إدار الشناب عند رواش تقصبوها واستدلن زيت العلماء بجواز أخذ الأجرة على الرقية واشي تقوص قابوات يا الإخوان ويا الإخوان إذ الرقية متشتارت عاد لا وهذا شيء تاشا صدقة يتبخك الزيت إتانا الشانع في الزيت في خك فهو جائز إن شاء الله تعالى كما قال العلماء. هذا كتمهيد بالنسبة لهذه النظرات في سورة الفاتحة. من أول ما يستوقفنا في سورة الفاتحة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ولن أدخل في تفاصيل هل هي آية أم ليست بآية وخلاف العلماء في هذا الباب وإنما شنهم وديهم التفسير والنظرات فقط. بسم الله الرحمن الرحيم من حسن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الباء ثانيتا الحرف من الباء باسم الباء ثانيتا قامت حرف استعانة للغة العربية حرف استعانة عشوخ من الثقاب أكلت بالملعقة ذبحت بالسكين الشر صغنجش يعني الشر مستعينا بالملعقة غاتغطي ويغل نمجد غاتغطر مستعينا بالسكين. كذلك مثقاب بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ الفعل مستعينا بالله الرحمن الرحيم سبحان الله. لذلك عندما يقول المرء بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ترتبط كما يقول العلماء بشيء عملناه قبل ذكرها أو سنفعله بعدها. يا إما جنحش جيت قبر يا إما جنحش تسجده وانا وربط النبي صلى الله عليه وسلم مرة من غزب ذنبذت بسم الله. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والبسملة استعان بالله جل وعلا. اجنز الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل جرح في يديه أو في يده يتوجع وفزني فقال حس يعني شوخ من قاشين إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون معلك إن بسم الله متوجع يرقف عن الملائكة وذن خزان. لذلك نعطى رسولا وقابوها وليلة إن بسم الله يخسش الموت إن بسم الله يدق ذا الشيء يدق إن بسم الله وقابوها أيوة أيوة أقوى لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمره رحمة كمرور قبرها فريدة أتكذروا بسيا بفتن شتين بسم الله بل قبرها فريدة بغل محاضة بسم الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحج من النظر نظر الشياطين عن عورة ابن آدم نير الإنسان فيك هذيك شن حاجة قبر يزدلي الشرين بسم الله هذي سرين بسم الله. فبسم الله الرحمن الرحيم مقرونة إخمنة القاشين في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يعني نقرأها نقرأ القرآن مستعينين بالله الرحمن الرحيم قد تعتذر بغذي عون أضغاغ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلمة الحمد هذه لو علم المسلمون مغزاها ومعناها لما فطر لسانهم عن حمد الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين قال العلماء مثقل الحمد قالوا هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم يعني مثقل الحمد لله مثقل يعني هو وصف الصغر
بجميع صفات كماله. مرة الصفات من الكمال حمل الثلث ازاي؟ زيد مع المحبة والتعظيم، وده شرط وقيد يختاريه مع المحبة والتعظيم. مين؟ لأنه يقول العلماء مجرد وصف الله عز وجل بالكمال المطلق بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. سبحان الله. مثلا تغى الشعراء يتغى الخليفة الأمير شريف ذا الأمير قشفي زوج جد صبح القفيدة للمدح تكسوبي المدح ونيتا وذمكن الحمد ما يمي يحمده حمد له هذا الفعل ما يمي لأنه ويزو ويقول محبا خليفا ويقول التعظيم للخليفة وإنما يزو فين عشير يزو. لذلك فالإنسان يحمد الله جل وعلا مرمي خميت يريد حب ربي سبحانه وتعالى يتعظم ربي سبحانه وتعالى ونحب ربي سبحانه وتعالى ونحمد ربي ستيريت تختبير يتحب ونحمد ربي ستيريت يتعظم ونحب ربي ستيريت يحمد وتتخيل شهر ونلقى لك حمد في ربي قرص حمدوه ولله حمد حمد شكاك بينما مثلا يأتي المعاصي ويأتي المنكرات اتنفذ في الأرقمة اتي راح سيرتي يتغيم يدي عصبة اتي عصاتي ليس عدور مغاب درعشا انتي قرار مش حمد في ربي هذا كذب مين لأنهم عليك يحمد في ربي السيرت إيري يحبيه إيري عظمي إيري قيمة الله في ربي خزاتي تعالى الله في عظمته سيدة ربي خزاتي شو ما تقيم الشر فارج المغاب القاحية على الصلاحية على الفلاح انت المغاب وغفور وقت الصر من مين رقم سيدة ربي خزاتي شقا حد سيدة ربي قاك أحمد سيدة ربي سمغى همي كان شقا أحمد سيدة ربي وصغي ميشك أدي عروق قدر المسلسل قدر السهرة أدج العبادات الطاعات الصلاة الجد ونيك كان حمد سيدة ربي ويعظمه ويحبه ويبغي مشاهد السور ذي الجودة والناس ما تحب ربي يحمدي يتعظمي ويتفر شوى ويشهد الزوال ويجبو جافي في إجمال ما يميل أن يحمد في ربي والناس يحمد يتعظمي تفهم مجتوسة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفنجة ال للغة العربية تفيد الاستغراق ثم كانت تفيد الاستغراق يعني قالت قحم ذخش في ربي بجميع المحامد بجميع المحامد تفيد الاستغراق مش في ربي سلمه مش حمد ذخش من زي ما تخسرش حمد ذخش لذلك شيء منقذ الفاتحة للصلاة مش اسمه الحمد لله رب العالمين ونقذ الحمد لله رب العالمين اقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجل الألف من الجل همزة فهم همزة قطع تقرأ باش تفضل الإنسان يقرأ في ضرب قحمد اخص المحامد مرة اخص الحمد لله رب العالمين أجبل الحمد لله رب العالمين ألف والألف والألف ألف تفيد الاستغراق للغة ومن كان الاستغراق يعني الجمع كرشي جمعت كرسي حمد خشى سيدة ربي سلمى حامد مارة الحمد لله رب العالمين ما نفسر شمي الجنز العامة إنها تمقان الحمد لله رين وشكاك سيدة ربي ياك لا ما إني ربي سبحانه وتعالى إذا غينا هيني الحمد لله رب العالمين وإذا غيني شميني الشكر لله رب العالمين ما الفرق بين الحمد والشكر ما ذي الجن ما ذي شنفاق جارت تغيز ما في ربنا نغيله الشكر لله رب العالمين بينما في ربي قال ولئن استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولكن من الغرب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين مين من حمد وذي الشكر مين من لأن ذي نجم ارتاح ذنقرا الحمد لله ثناء على المنعم بعد إنعامه
خمد قال الحمد لله رب العالمين يعني قال فقا حمد خشى في ربي خمين دي تقاقد من عمار يعني تعترف باش شي ربي تقاقد من عم وهذا تقاقد يعني وني تغير سمد سيني شوازري هو لو عدي الدنيا يوم ويحمي شا في ربي وني تغير سمد سيني ماني الدمين زرق نسيو لنا فتعيش مش ماني الدمين زرق دنيا ما تتالي قريم منه ويحمي شا الله تعالى وني بس غيرنا قاعدة الله تمرش الشهر شر كأنه وغى السبي هدى ونبا يحمد شر الله تعالى من لأنه لم يعترف أنه يهاق بمن عن الله تعالى لأن الحمد من قال الحمد لله يعني قد غاق غير النعمش يعني قد النعمش يوظن طيب ما رانا في غارب يوظن طيب وبالتالي وقتش شاء وقع شاء قاش البوغري ولا يزيد شاء قوى غاري شاء والله أمري غد عيش بالحياة دينو مش ما يميتو ذاتينو منو متحرى ونغين الجنة هذا ويحمد شاء الله تعالى والشكر من يعني الشكر إن الشكر يسبق الإنعام أو يكون في أوله الشكر يسبق الإنعام أو يكون في أوله بالله عليكم شكيش جنح مغا قيتا في تعرض خاك قال سيدي فلان قد عرض خاك وشان كذي همونسو من السقام قال إن شاء الله بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك مين من السقام شكرا ما غا تروح تشيد سويد يكرمش نعم هذا السند شكرا لأنه يسبق الإنعام اتيت الانعام وزمستني احمد لك ذلك لما لان الحمد تري بعد الانعام ايه تري زيد لير يكون في اوله نحمد جبد شنو جنس تنك عاشين اتي ششتن من الثقات هذا شكرا اخذت شكرا في اول الانعام ولقيت وسمى شكر اما بعد الانعام يسمى حمد لذلك فلما كان الله عز وجل قد أغرقنا في نعمه ماني زمن كم استغى نطفة بعد اثنين مش كم إذا استغى نش نطفة بعد اثنين ما انتظني عن تضاف بخافية آتان خرقاق النعم الغاق النعم يوم الثلاث النغاق عين ثلاث النعم يعني إزاف النعم تضاف بها ويترك هذا سيني الشكر لله هذا سيني الحمد لله مرمي لأن النعم نفس إزان وقد سبقت مرمي زي النهار وزي بشي حلابة بشي يمش قد إجمع النعمة ما بعدها نعمة سنت على أحدها بشي حضا يمش غاك الوالد يمش سبحان إجمع النعمة غاك يمش تقارى ينابس إجمع النعمة ابن أزم غاك الوالدين بالدبري إجمع النعمة غاك رخبة قول الله إذا إجمع النعمة وغاك بوتمس قيوة لي شباب سنزل والدين سنوات زيجي خمي غير يحن جاوز زيجي غدا رجله أن يعدل مش ماذا تجير أن يعدل ويجي خمي غير يميت الزجل متوايز زيجي كيف تدرقع خمي غير يميت الصبح باب الزعفان كيف تدرقع لذلك خمي تسوى بعض الشباب شي قرش استعبان مش غاش كذا باش تتهامم هي وسيدي باش يتزاد جامر السور كيس حتى ما رشان تغلبت كذا الزيوة عن الصلاة صلى الله الدين خمينا باش نبنى الميز بوش خدين ديجن المصيبة ديجن الكارثة لذلك نعم تترى من قبل الله جل وعلا ثم أيها الأحبة الأفاضل من الحمد لله وجه الشكر لله قال العلماء لأن الحمد أعم من الشكر الحمد أعم من الشكر ومن قال الحمد أعم من الشكر الحمد لله جماع الشكر كلها يعني من الوزيزة شكال في ذات الجدول جميع المصطلحات والألفاظ يوال نتسلم ويتقيد وماذا تأثأت شكال في ذات بحني عم ذا شوكشا ولكن غارتني ذي الحمد لله قد وفيت الشكر موسى عليه السلام إن في رب سبحانه وتعالى يا رب آدم خلقته بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدته ملائكتك فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذا وحد وليشكرك نعمة أخرى تحتاج إلى شكر يا رب آدم خلقت في ذات نمج فنفخت ذات روحك جلالات الملائكة من شيء قاعد مئد الشكر من نعمة ما رمت مش تسيوه باش يشكى
رجل النعمة اختبشك. قال يا موسى يكفيني منه أن يقول الحمد لله. شفي زيت دين الحمد لله. كما أن البر جماع الخير كذلك الحمد جماع الشكر. ومن قال البر مش يقع بر الوالدين. بر الوالدين هو جماع الخير. يعني الخير التواري قبر التونس الخير الزمان تجد يتجزيني مرة قناة البر يعني تجد الخير منه من زمان كتازي منه من زمان بعد قناة البر جماع الخير. الحمد هو جماع الشكر. كذلك ما يمد أن غنى سوابتني من الحمد لله رب العالمين واجب الشكر لله رب العالمين لأن أحمد شتي الشن حشت شيء شن حشت نغي خدمة شن خدمة نغي قليل شن بليزير شن معروف من أسدى إليكم معروفا فكافئوه كفى تمزيد كفى قادت شكرا الله يجزيك بخير الله الوالدين بارك الله فيك بغي ميري تبارك الله فيك شيخ تصابت الخائن آخر ميني وخميني إذا قالوا مني شكرا بارك الله فيك تمقى عليك يقارش مين جميلة في جامس كيني قيمت يتدعى كيري قيمت شكاظة يرموه في يعني قابلت إنعامه بشكرك ومليك الجافة نزيد خدست شكرا وقال العلماء ومتى مكافأة شكرا لمكافأة والمكافأة من تعنى يعني تساوي الفريقين في الفضل والخير تيجي ذا يرحاش من غير بارك الله فيك المقودة دابية من غير شكرا المقودة ولا يستك ولا يستك فبالله عليكم يزمى في يزمى لمقودك الله تعالى لا ويزمى لذلك باش هو يزمى في الوالد ترى ليش باش ينشق مقودك الله تعالى إن اختبار فتن من الحمد لله وقام بالشكر لله الحمد لله رب العالمين من لأن الله عز وجل لا يرضى أن يتساوى معه أحد من خلقه لذلك يقرب سبحانه وتعالى يقرب الشين أتيني من الحمد لله رب العالمين لأنه وقع ما تستومت في ربه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من يقيم من كذلك الحمد لله رب العالمين واجي الشكر لله رب العالمين لأن الشكر مرمي تيري مرمي تيري الشكر مرمي شكا يودا مرمي هم شكا من ينفجن بخيان ما يعطيش شن حاجة يا اخي كي نطقن مال يا اخي كي نطقن دعيب القرات شكرا ها لا شكون انا ذاك يكير عيب باش تقرا الجدار هذا السنة بارك الله فيك مقاري لا وتنقاشا لذلك فالشكر مرمي تيري يتيري عند النعمة او عند الانعام او عند خير ما الحمد مرمي تيري في السراء والضراء الشكر في السراء وها الحمد في السراء والضراء لذلك يقر النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يختل حمد رب سبحانه وتعالى ذي السراء والضراء مش يجي في السراء والضراء يعني انهاك من غير التجارة خبات قالت الحمد لله نهار وصي من رخيان نيس في درخيان إنها غتكر منها يومين ثلاث أيام وتفور عرفتش ما ندير ها ما نحمد في دار بين الله ها ما ندها خمي غير يا زما ريدو يتهك وزيد رقشا ونيل ونيا انا يا الله يود 100 دور انت بونبونا نزيد خا تواري تك نهار في نهار 500 راه خدمني لي لها غير تواري القراش تجارة قرعب بالتجارة مثانية لين إنا ولين بو يحمل تدار غدوة اللي قارش وقت من الدكان الوقت لين إنا أنت ما نغم من بره أنت الأذن ما الذي تنخوني إيه لو يستدل ما الذي الحسن البصري رحمه الله إسرائيل جنيه قائف يتدعى تدار بالنس اللهم ارضى عني يا ربنا أرضى خفية إن يا هذا ما في الأذن إن شاء الله تعالى شو.
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله. وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين. ولا زلنا في الحمد. الحمد لله رب العالمين. من سيدار بذن غين الحمد لله رب العالمين. وذن غين والشكر لله رب العالمين. آخر من غاب الضغ نغوم على أن الحمد يثير في السراء والضراء. والشكر يثير في السراء وها. ونشن خرقان غرب للدنيا من غين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أن رب سبحانه وتعالى وغير شر الدنيا أن بارع أن تمتع أن شأنتو أن يعظ أن قن أن نهزم بنا يغرا آمر للتسع وها. وإنما ولا بد أخان غيك شوية نصديات شوية محترام من غير خستان خستان. الحمد لله رب العالمين. الحسن البصري إنه مزري إنه مزري الجن تقرف اللهم ارضى عني. إنك يا هذا إنك إذا رضيت عن الله رضي الله عنك. إذن سيدار دخك يا هذا إنك وا إنك مرفع سيدار دخك يا هذا سيدار. قال وكيف ذلك يا إمام؟ قال إذا سررت بالنعمة سرورة بالنقمة تعلم أنك قد رضيت عن الله آنك آن ذكر الله عنك. أن هذا الصاحب شريح الريش شنو مش صاحب صح النجم ما ها نسن اللي قصار بيه اختبار بيه ان هاي غا تحمد اختبار بيه ذي الزيار مش تحمد ذي التزيع شهد سن اللي قش مليح ان شاء الله تعالى ان ها رمت الجذورة حمد اختبار بيه زي حكا خيا يعني وراك كم ديك شوية ومعوض اراغا ليش شوية يسلم ومعوض قويز ما غاك يثبت تاديشها إراغ الإجدواء إراغ الإجدواء وشهد لي رتواغض شهد لي المنى السجين ولن وقت من أثنتين أثبت رينا دخلوا في الحمد. الحمد نتقال تحمدون لله الحمد صباح بالجد مو إذن الحمد أخناط فوق الحمد أعود أشم فروا شوية تفزية أعود أشم شوية تفزية أعود أشم شوية تفزية. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يا اكرم ان سيدة دي ودك الماء الحمد لله زي خافي واقرع قد تشنا وشك نش خزاك النوم يتجين قرر خزاك النوم يتجين ما غانش لهم واقفش انت قوايك شقع تمر ذاك بيتك ذي كفيني من واقف احد خزاك يتجين مشاف سوى بيحك وما رزقن لا اله الا الله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي يا اكرم هاي كارما انت تدار في انك كيف تدل. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اتوازي يا شوي يقيو ما يترك يوم واي فور حتى شوي ما ندوات رحيج يتسجل هذا رحيج حج وقتين شاري الذي يدخل شاري الذي يزوع شاري الذي يفكع. واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ربي أهانن ربي هنا كلا إذن الناس تبقى صغير كلا يعني ما أكرم هذا وما أهان هذا سنين قين بالامتحان. لذلك أيها الأحبة الأفاضل الحمد لله جماع الشكر. الحمد لله في السراء والضراء والحمد لله في الضراء هو الحمد الحقيقي لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين وحمده وحمده ونحمد من قال الحمد لله رب العالمين. من هذا المحمود؟ هو رب العالمين.
سبحانه جل في علاه. الحمد لله، الحمد لله، الله من يعني الله اللي هو رب العالمين. ومن كان رب العالمين؟ الرب هو الخالق ابتداء، والمربي انتهاء، والمدبر للكون في جميع الأحوال. هو الخالق ابتداء، ومن قال الرب وش يخرقن وش يخرقن ضربي ولا يخرقن ضربي. الخالق ابتداء زيد، والمربي انتهاء يخرقيش. ايوا شايف زي شايف زي تعبت ذيك في ربي زي تعبت ذيك يتعبت ذيك يتعبت ذيك تقول عندي اسمي مش تسع شهور وجرانش وغير غنوها رب العالمين. العالمين ما سوى الله جل وعلا يسمى العالمين. كل العوالم وكل المخلوقات دي من السن دي من وان السن دي من تولد من وان تولد عالم الانسان، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الحشرات، عالم النبات، عالم البحار، عالم وعالم وعالم، عالم المعادن. ما راينا يتعبط نبي سبحانه جل في علاه يتعبط نحزن السلوم نشينا نريح ركب ابن ادموها عارك ابن ادموها يخرقين. فهو ربه زيد يتعبط يعطيه تسع شهور بعد اسم الناس احاطه بالرعايه والعنايه. يجي يمسين الثلاث شهور من زوال ما يمي بشريش بذن التا وقعد يسمي الناس من يتحلاج هذه يحلاج الكالسيوم هذه يمسين الثغي بشريش بذن يتكون الجسم هذه يحلاج الحديد هذه يمسين الثخر عزاز خضار ذا خيزو خطا بشريش بذن التا الحديد في فيتامين سي اللي يمسين يخلي الشين في البنان هذه يجبد التا فيتامين سي قوان تسقسين الشين ما يمسين في المغاري نتاع عما قوان تسقسين نغار غار كان سوا فين سين الطوغو ها طوغو الجر سبعة في شوية مغارين شنن الجر سبعة الجر سبعة ما هو غير منوية الطوغو سكوا هذا في جل بقوح لا واحد شاء وإنما سنة الله في خلقه والله العظيم السنة الله تعالى يامه مني مين غاس بعد ذي تحلاجة يتحلاجة هذا يحتاج الفيتامين هذا يحتاج الكالسيوم هذا يحتاج الصوديوم هذا يحتاج مارة بروتينات يخلي مين يتحلاجة للتكوين الجنين وبعد اسم الناس من يتحتاجها يتجيه يمت شتاء السيني بخاس تتجيه يجبن انت عن طريق الحبيب السوري تكون مش غيرين اطلع بادورة الجنس وقت اني بو محمد هذا يسؤول القرية تينيسي ما يسؤولني دير اطلع بادورة ها يجبن وبالتالي وانيك ما ديش التربية وبعد اسم الناس زيد عني ديش تنغني شوف دي الرعاية سمغة مش نسن على ان سمغة لا بد غير كل شهر بعض من السنوات في الجشاع ما يسمى بالعادة الشهرية ما نتراحني إذا من النحن نترسي سبحان الله إن الله لا يستحي من الحق ولتزدين بالعلمة السن ما نتراحني عما توخى في السحة عما توخى ليس يزوحد ألو من ما نتراحني اتجيه انتظار في وسادتين اتجيه انتظار في مشنو سبونها تيرين دو قعدي تنظم الزوسي منه حتى مقاقبة نشان لحيظة في توقيع شاء مقاقبة نشان بنادم ماذا في توقيع شاء سنجز ونعز وفي توقيع شاء يتيره غشاء إسفنجي يحتى زيد يخرق استضاف به في ظلمات ثلاث إذا نغطى استضاف به ظلمة الرحم وظلمة الغلاف الذي في الرحم وهو الجدار وظلمة السائل الذي في هذا الجدار ثلاثة في ظلمات ثلاث خذاف التربية نتيجة ثلاث في من هذا الزاد زرع الرحم أولا بعد الغشاء الغشاء اللي ونو نقانش اسمه دي الصفق غارب الدق ذو يحتاح مجرد يخرق الصفق اللي ما يسجل لك يدو ما يسجوه من ما يمي الصفق اللي مات المهمة غاس يجن العدد المهمة لم الزواء أنه باش مرة من غاس الشتم غاس الريح مات لوه إذن سهى واحد ثنين يديري يجي تجي العملية من ثمن تحطه يحطه اللي كيظن منه من الساعة إنش باش تفيت القرار بغياء خشو ما تختم قرار تقش تجي الساعة أقش دان الساعة أقش نقرب الساعة أقش نعم يتنقرر بعد اسم من مري ولا تجاب بيانا من اللي كيظن اللي يتنقرر وإذا مرة ينقرب تسهل عليه الحركة تحتفي تدار بالرعاية بسيجة زيد خمين يتغذى الوقت باش هذي يخرق يقارن غنبي صلى الله عليه وسلم
يخدقت على ريشة ملك يتخار السيدة ربي ملك يخدقت خار ريشة الملك ثم زيد زينيج محاجة المغنية يتكلف السيدة ربي ملائكة حتى ترمغا والنازعات غرقا ها والناشطات نشطا السابحات سبحا إلى حين مرض الملائكة مرض الملائكة يحيطوننا بالرعاية من جد تفتح نجا يتوسط جدرو يتوسط ذي حلبات يتنزل يتوقع وشيتنا كاي يتوسط يتوقع والو ابن ابن قرن شوي تتوارغي مال تزرني لنا مين ملائكة يحفظونه كان تابع ربي سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لذلك قوم موسى تغين أذكياء لم يقع المحاججة بين موسى وقومه يغرب موسى من أثناء النميل يعرف موسى نمس آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون من وين آمنا برب العالمين وشفق عنوها لأن قد غادي فرعون مد معرفنا آمنا برب العالمين إذا قلنا فرعون قوم زي قد قالت أنا ربكم الأعلى من وين آمنا برب العالمين رب موسى فانتج الناس وشغل الدم إن معلك من رب العالمين رب موسى إرينا في العام أن شياق بن موسى إرينا فهمت ممش النغنية الرب هو الذي يربي إرينا أن شياق بن موسى يعني قولا زي باش نسقط عن أبريد ننس رب موسى وهارون وأن ينغى هارون شياقا يعني إنه من ثار به يجن جنة جلة في علاه آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الحمد لله رب العالمين باب اجتماع 10 مينوت ياشا سيدي حسن غومار ما انسعته مهنوم واخ ماش يلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من مثل رب ديوان الرحمن الرحيم من وديو الحمد لله رب العالمين الرحمن شريك بيعلو نه الرحيم وشريك بيعلو نركز ديوش المصطلح المغني يقدر صفة الله تعالى نغي الأسماء أذين الغفار الرحيم نغي الرحمن الغفور نغي شمي اسم المغني من الرحمن الرحيم قواتقة دي نزد وقوها الله وإنما كرشت الزيت غف المعنى فالرحمن قال العلماء الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الرحمة النصف واسعة رب سبحانه وتعالى ورحمته وسع كل شيء فرحمته واسعة السنة لقدنا رحمة السنة واسعة مشى من ينصر خبائي لك أن الشنة نغطوها رحمة انتدى ربي وإذا نغينا لك يا رحمة انتدى ربي لنغطوها هو الرحيم مصطلح والصفة الاسم ونتاع الرحيم قال العلماء هو ذو الرحمة الموصولة الرحمن رحمة واسعة الرحيم يعني فكنه التوبة رحمة دينه بل قال العلماء انطلاقا في المعنيين إن شر الرحمن ذو الرحمة الواسعة يعني رحمته وسعت كل شيء يعني رحمن بالخلائق كلها يرحم سر من درقو الصاء وإلا يرقواتني في الشمزة مروح نياحم في ذات واتني في الشمزة مروح نياحم في ذات واتني في الدنيا لم تكمل مريوه رياح انتظار فيه وانا سنيتش من وقتين من اللذات للشهوات يمين من سنتيوك شاتي ذات به باش وخفيت جمر حد يوم القيامة مشيني مسلمم رجع النظر ان شاء الله ذي لاخيرة ان شاء الله انا في الحسنة النظر ذي لاخيرة ولكن الكفة لا لان مين هو ما كان ربك بظلام من العبيد سبق في علم الله وقال الله عز وجل انه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء مطلقا سيين الكفر إلى سجل حسنات ماذا وراث البول عقيدة وراث المتوحيد باش هذا النجاح إلى خيرك تجسد مع بلي الدنيا باش وقت تجمع حد يوم القيامة باش وقت قاشا أصير أبدا قرنش تغس تجير الخيا قرنش تغس الشيخ مثل ما تجوع قد تغس لي دون نغس الشيخ جلد إذا ترجع قرنش تغس إذا أبدا تغس تجدوه ينهرج قد تغس قالوا إنها من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا باش وخاسي تجمر حد يوم القيامة
سيراب بحسين ذلك للدنيا ونزاد النعم بالخيرات يوم القيامة لسنين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تشمهن تسميو ذنك قارش مشا مزريدني أخزع أنزاد جيرت فوش تسوال مزري قيمة غير شاهد قامين في لسنين بشاب بها أنزاد جيرت فوش تسوال بدو منتم سيد جوان فيهم شوها مية منتم ها قوم الحكمة من ذي الجا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ولكن من شيني من اغتر صغر ظهور الطانة واثنين وشد شيني أشتح الخارج وتبي سبحان الله قل اللهم مالك الملك توتي شو وقت تعيب غيث نحن غدير ذي الخارج لا وإنما باش وان تغتري نعم تسمع بها قضو غرم ذي النواء ولكن وكس من تلحشا وانتوا تشفهم بو أنت ليبان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وحدث رب سبحانه وتعالى وحدث قنج مش ممشي الغبي فرعون اغبى خلق الله فرعون اللي يحكم خميسرة وشيء مثل انا ربكم الاعلى يا الله يحكم خميسرة أنا ربكم الأعلى مين أليست هذه الأنهار تجري أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ما هو جب أحكم خميسرة غزرانة قين غالية وسيدي شيء نزل قنش شراب بينهم يستوي النسي ابن سليمان يبتسي ربي أي حكم خيودان الجنون ذي الحيوان ذي صميد ذي صخار في صميد إذو رب وشغل جاي الناس هذا من فضل ربي ليبلوني كفور أمشكور إذا سينا فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن نغم يا حمز زيس إني ويتين دين سرمن دين سرمن الرحيم رحيم بالمؤمنين فقط رحمن بالخلائق كلها ورحيم بالمؤمنين فقط مش تسند لك تعيش زبغة صغار رحيم بالمؤمنين وها أما الكافرين لا الكافرين يكشفن في الدنيا يوم القيامة وغاتنشا ولكن مسلم المؤمن رحيم به في الدنيا وفي الآخرة ثم مين عوض الرحمن الرحيم لأن الرحمن لا تتعلق إلا بالله جل وعلا مش سوى صدار بخي خمس من إقام الرحمن على العرش استوى الرحمن علم القرآن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الرحمن غلط في الرحمن بسم الله سيدة ربي الرحيم لا الرحيم فدرة ثنيني يشن الجندي يسرخي عور نزدحني يوصف النبي سبحانه وتعالى يوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم شن الجندي عور نزدحني من أتنقى نقارس رجل رحيم مشاوين مرتنيني رحمن لذلك يجن مرقانة عبد الرحيم يجوز هذا السنيد رحيم رحيم أما يجن قانت عبد الرحمن ما هذا السنيد رحمن لا لا يجوز وهذا عند علماء العقيدة فصلن ديس تفصيلا ونحن غسي دور إن شاء الله تعالى هذا بالرنيدة الرحمن الرحيم مالكي ملكي أو مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة أتنكم مرسي من أبي قام كتب الله اللقاء والبقاء باش وخام طويلة سمحتين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتنكم من أبي قام كتب الله اللقاء والبقاء